بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا مسنون. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم صلصال من حمإ مسنون.
صدق الله.